الكوباية اللي احنا عملناها مع بعض النهاردة دي يا جماعة ده كوباية معجزة، كوباية جبارة. دي اكتر وصفة جابت مع ناس كتير نتيجة كويسة جدا. يمكن لو انتوا تفتكروا او رجعوا للقناة تاني هتبص تلاقوا ان انا عملت لكم الوصفة ديت يمكن من فترة بسيطة، وناس كتير شكرت في الوصفة ديت. علشان كده انا قررت ان انا اعملها تاني، ودي اكتر وصفة جابت مع ناس كتير نتيجة كويسة جدا. الحاجة كويسة يا جماعة في الوصفة ديت النهاردة ان انا زودت عليها اضافة كويسة جدا. الاضافة ديت هتزود معاكي يعني فعالية الحرق بطريقة كويسة جدا، وان شاء الله هيبان معاكي الفرق او هيبان معاكي من اول اسبوع، هتلاحظي فعلا بنتيجة كويسة جدا. عندك مناسبة، عندك فرح، عندك اي مناسبة، ان شاء الله حاولي ان انت تاخدي الكوباية ديت، وباذن الله خلال اسبوع واحد بس هيبان معاكي الفرق، وهتشكريني وهتكتبي لي في الكومنتات. عايزين تعرفوا الوصفة دي عملناها ازاي؟ يلا كده يا جماعة حطوا لايكات كتير للفيديو وشيروه، ويلا بينا نشوف الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كوباية نسف الدهون. هنعمل ازاي بقى كوباية تنسف الدهون؟ الكوباية دي يا جماعة انا عملتها بالنسبة للناس اللي كلمتني قالت احنا عايزين وصفة تكون في اقل وقت منزلة معانا وزن كويس جدا ومنزلة معانا الدهون. فانا النهاردة اتعاملت ان انا اعمل معاكم الكوباية ديت بناء طبعا عن طلب. النهارده يا جماعه الكوبايه ديت لها مميزات ووصفات يعني هقول لك جميله جدا، يمكن دي اكتر وصفه جابت معايا ومع ناس كتير نتيجه كويسه جدا. علشان كده انا حبيت النهارده ان انا اعملها علشان برضو كل الناس ان شاء الله تستفاد منها. الميزه بقى في وصفتنا النهارده ان هي طعمها جميل جدا وطعمها حلو ومستحب، وفي نفس الوقت مش هتخليك ان انت تاكلي كتير ولا هتخلي شهيتك مفتوحه على الاكل، هتبقى ما شاء الله في اقل وقت اتحداك خلال اسبوع واحد بس هتنزلي الكميه اللي انت محتاجاها. ان شاء الله يا جماعه هتتابعوا معايا الوصفه للاخر علشان تعرفوا الوصفه عملناها ازاي، لان دي مهم جدا جدا ان انت تعرفي خطوات الوصفه بالظبط وتعرفي المقدار. وصفه انا مش عايزاك ان انت تفوتيها، الوصفه دي هتزود معاك معدل الحرق، كمان فيها حاجات كتير جدا هقول لك عليها خلال الفيديو كده واحنا بنشرح مع بعض. يلا كده حطوا لايك للفيديو، تعالوا يلا كده يا جماعه، بس اهم حاجه لايك يا جماعه الفيديو وتشيروه علشان ان شاء الله بنات كتير تستفاد من وصفتنا النهارده، وتشجعونا ان انا ان شاء الله انزل لكم وصفات مدمره زي دي. اول حاجه يا جماعه في الوصفه المدمره للدهون بتاعتنا النهارده ديت ان شاء الله هنستخدم فيها اول مكون طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا القرفه. طبعا كلنا عارفين ان القرفه بتظبط مستوى السكر في الدم كويسه جدا، بتسرع معانا معدل الحرق، تخلي جسمك كده ما شاء الله يحرق معاكي بطريقه كويسه جدا. ده طبعا بنقول على قرفة او الدرسين بالنسبة للناس اللي هي بتسميها الدرسين، تمام؟ طيب الوصفة دي يا جماعة ان شاء الله هنستخدم فيها معلقة واحدة بس على كوبايتين، علشان ان شاء الله انا هستخدم في وصفتي النهاردة كوبايتين، وهقول لكم الكوبايتين دولت انا هستخدمهم ازاي. طبعا بالنسبة يا جماعة للناس اللي هي عندها العيدان، القرفة اللي هي العيدان الخشب ديت هتستخدمها عادي، ما عندناش هنستخدم القرفة الناعمة اللي انتوا شفتوها معايا دي. طيب تاني مكون اللي هو طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو معايا، ده طبعا يا جماعه البن، اي نوع بن عندك استخدمه في وصفتك، مش شرط ان انت مثلا يعني تستخدمي نوع معين، لا استخدم البن اللي انت بتستخدمه على طول عادي. عندك برضو اللي هو النسكافيه ممكن ان انت تستخدميه مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي بقى كده هنزل عليهم بكوبايه الميه مغليه، ده كده يا جماعه انا خدت الميه المغليه، ممكن تحط عليها ميه عادي من الحنفيه مش مشكله، بس علشان يعني تغلي معايا بسرعه الوصفه فانا استخدمت الميه المغليه. طبعا لسه الوصفه ما خلصتش اللي فيه مكونات تانيه. طبعا انا هستخدم في وصفه برضو النهارده ليمونه زي ما انتم شايفين كده، الليمونه هنقطعها اهو وهناخدها بقشرها. بالشكل ده كده. طيب تعالوا بقى نشوف المكون يا جماعه اللي بعد كده طبعا، وده احسن مكون ممكن ان انت تحطيه. المكون دوت ده طبعا يمكن بشهاده ناس كتير ده افضل حاجه يا جماعه ممكن نستخدمها في وصفتنا النهارده، اللي هو ورق اللورا او ورق موسى او ورق الغار. لو له اي اسماء تانيه ممكن تكتبوها لي برده في الكومنتات علشان برضو الفايدة تعم مع الجميع وناس كتير تعرف الأسامي التانية. المكون ده يا جماعة ده له سحر لوحده، يعني ده له سحر لوحده في حرق الدهون، ده هيخلي جسمك ما شاء الله يحرق لوحده كده بدون أي حاجة، تمام؟ أهو
هنقلبها كويس جدا. بعد كده بقى هناخد المكونات اللي احنا حطيناها ديت، بس اهم حاجه هنغطيها وهنحطها كده على النار لمده 5 دقايق بس كده على النار هاديه خالص، وبعد كده هنرجع لكم تاني. اهم حاجه يا جماعه في الوصفه ان انا اغطيها علشان البخار اللي بيطلع دوت انا عايزه استفاد منه. ده كده يا جماعه الوصفه بتاعتي غليت اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ريحتها جميله جدا وطعمها مسحب قوي، يعني احنا حتى لو احنا شربناها مش هنحس يعني ان هي لها طعم غريب او طعم مراره ولا اي حاجه. ده بالشكل ده كده. هنبدا دلوقتي، بس النقطة المهمة اللي انا قلت لكم عليها يا جماعة، خدوا بالكم ان انتم لازم البخار اللي بيطلع دوت انا مش عايزاه يتبخر، انا عايز استفاد منه، علشان كده انا بقول لكم غطوه، وساعة ما تلاقوا البخار طلعت على هيئة عرق كده في الغطا ولا حاجة حاولوا ان انتم تنزلوها تاني. هنبدا دلوقتي ان احنا نصفي الوصفة بقى بتاعتنا. طبعا بقى يعني ايه، هنحط كوباية كده عشان خدوا بالكم معايا يا جماعة، عشان لسه ان شاء الله هنضيف مكون تاني. ده كده يا جماعه الكوبايه جهزت معايا وخلاص وعرفنا الطريقه بتاعتي. طيب المكون الاخير اللي احنا هنحطه بقى، طبعا ان احنا ممكن نضيف العسل تمام، انما نحط سكر لا ممنوع خالص خالص. الناس اللي بتقول طب احط سكر دايت او احط سكر عادي، بلاش يا جماعه، انا ما بفضلش اي نوع من السكريات خالص ان انت تحطها على الوصفه. حابه ان انت تحط مثلا او تحليها مش قادره تشربها مره ولا حاجه، بس هي صدقوني ما لهاش اي مراره، هي كويسه جدا وطعمها جميل وريحتها ما شاء الله كويسه قوي. حطوا بس نص معلقه صغيره خالص من العسل الابيض، مفيش اي مشكله، بس انا من رايي ان انتوا ما تحطوش اي نوع خالص يسكر معاكي حتى لو كان عسل، انما لو انت عايزاه بقى للضروره ممكن انت تحط العسل مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي بقى هناخد الكوبايه دي امتى؟ ده ان شاء الله يا جماعه ناخدها مرتين اتنين في اليوم. اول مره ان شاء الله هناخدها كده قبل وجبه الغداء، يعني قبل وجبه الغداء بساعه هنكون واخدين الكوبايه دي. خدوا بالكم معايا قبل وجبه الغداء بساعه، ليه؟ علشان تزود معاكي معدل حرق، سد معاك الشهيه، هتخلي نفسك يعني بمعنى اصح ان انت مالكيش اي شهيه خالص للاكل تمام. طيب المره الثانيه هناخدها امتى؟ برضو قبل وجبه العشاء. وبنقول يا جماعه يا ريت الناس تحاول ان هي حتى ما تتعشاش. طب انا مش هقدر انام من غير عشاء وكده وهجوع ومش عارف ايه، هقول لك خد الكوبايه دي قبل وجبه العشاء بساعه. وفي العشاء اعملي ايه؟ في العشاء ممكن ناكل مثلا حته جبنه قريش صغيره كده، يعني قطعه جبنه قريش صغيره، طبق سلطه خفيف، ممكن علبة زبادي على عصير ليمونة، مفيش أي مشكلة خالص. طيب احنا مش هنتعشى، يكون أفضل وأحسن حاجة نحاول ننام كده مرة واتنين حتى لو احنا جوعنا ولا حاجة. واحدة واحدة كده إن شاء الله هنتعود على الموضوع دوت. أو لو أنت حبيتي تتعشى حاول إن أنت تتعشى بدري تمام. وقبل العشاء طبعا زي ما قلتلك كده اشرب الكوباية ديت، هتلاحظي في فرق رهيب جدا جدا في وزنك. طيب نصيحة أخيرة بقى يا جماعة علشان إن شاء الله أنهي معاكم الفيديو، بالنسبة للمية، الناس يا جماعة اللي عايزة تخس فعلا بحق وحقيقي أنا بقول لكم اشربوا مية كتير. طبعا شرب المية مفيش بقى يعني مفيش فيه أي مشكلة خالص، المية كويسة جدا، لا هنقول لا بتتعبنا ولا احنا مش قادرين نشرب مية، لا طول النهار اشربوا مية، طول النهار تقوم من النوم الصبح كده اشرب لك 3 كوبايات مية على الريق، دي أفضل حاجة من جهة يا جماعة صحية، من جهة بتزود معاكم معدل الحرق، نزل كل السموم وتضرب كل السموم الزايدة اللي في الجسم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم إن شاء الله متنسوش تحطوا لايك وتشيروا الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.